It's my life. It's now or never.
الرحمن الرحيم شنقول لك راه كنا كانت استعدادات زوينه عند الدراري وكانوا خدامين كانوا رجاله فرقه المليان وما حضرناش الخصم ديالنا وانا متماسك مع بعضياتنا باش مشيش عندنا الهدف التعادل ضربه خطا اللي خلاتهم يثقوا في راسهم باش يرجعوا في المقابله وكانوا الدراري كانوا مرجلين في مرحله الميدان وتمنى تحقيق الانتصار الرحمن الرحيم بالنسبه للمقابله اليوم كيف ما كيعرف الجمهور ديال طنجه كان علينا واحد الضغط لان لعبنا المقابله الاولانيه قطرنا هنا بواحد واحد خرجنا المقابله الثانيه خسرنا بجوج زيرو كان المقابله الثالثه داخل مدينه طنجه كان الامكان ديالنا خصنا نغلبوا باي طريقه وديك الضغط اللي كان مرسوم علينا هو اللي جعلنا ندخلوا في المقابله بواحد الحماس قوي وقوي بزاف والحمد لله هذا الشيء اللي تحقق بالنسبه للفريق بالنسبه للشوط الاولاني دخلوا الدراري بواحد العزيمه قويه خصوصا في ديك 15 ديال الدقائق الاولانيه وسجلنا الهدف في الدقيقه 22 اللاعبين الحمد لله يعني سمعوا الطريقه الخطه ديال المدرب الطريقه كيفاش غادي نلعبوا بها وتكتلوا في ذلك الحمد لله بالنسبه للشوط الثاني الشوط الثاني دخلنا عازمين لان حتى التعليمات استيعاب سلال المدرب ديال الفريق لان خصنا نضغطوا عليهم مع البدايه باش نحاولوا نماركيو الهدف الثاني باش نلعبوا واحد اريحيه والحمد لله تكتسب ديك الشيء والحمد لله جا الهدف الثالث ومجرى المقابله جا ضربه الجزاء ديال